قول لي بقى يا ابو حميد، يعني طبعا انت من واحد لاصحاب الانجاز في 2006 وميداليه برونزيه في اليابان. عايز تقييمك بالنسبه، انت لعبت في 2006 ودلوقتي النادي الاهلي كان بيمثل مصر ويمثل افريقيا في 2021، شفت هذا الاحتفال وهذا الانجاز ازاي؟ في البدايه طبعا انا كابتن سعيد بوجودي معاكم على الاستاذ حبيبي سام، حبيبي يا حبيبي، ونقول لكم الحمد لله على السلامه. تاني حاجه طبعا ببدا بان ببارك طبعا النادي الاهلي، مجلس اداره وجمهور وجهاز فني ولاعيبه على الانجاز، وانجاز دي طعم خاص يمكن الحمد لله الواحد حققه قبل كده، لكن انا المره دي وانا بتفرج لا يعني مش عايز اقول لك مبسوط اكتر من انا كنت في 2006 بجد والله يا ليه؟ كابتن. ليه يا كابتن؟ الضغوط اللي كانت موجوده من بدايه حتى في بطوله افريقيا كانت صعبه جدا على مجلس الاداره، من بدايه من مجلس الاداره وعلى اللعيبه، وانك تحقق بطوله افريقيا في نهائي قمه ونهائي قرن مع نادي الزمالك، تدخل في بطوله اصعب شويه ومراحل اصعب، بتلعب الفرقه المنظمه للبطوله فرقه الدحيل، اكيد عندك مباراه اصعب مع بايرن، كل ده كان مخلي الواحد مشتاق قوي ان البطوله تبدا وانك تعدي اول ماتش عشان تستنى تاني ماتش. صحيح. كنا نتمنى طبعا الجدول يكون بشكل مختلف غير كده، لكن بنحمد ربنا يمكن ده اقل ما كنا نحلم بيه، يعني الواحد كان طموحه اكبر من كده، لكن بنحمد ربنا طبعا على البرونزيه، وده انجاز بيضاف لانجازات كتير قوي للنادي الاهلي واللعيبه والاجهزه الفنيه على مدار تاريخ النادي يعني كده.